هنا تستمر والتحديات على أرضية ميدان المرموم تحفة ميادين السباقات بإدانة الدنيا دبي. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة تاسع الأشواط بمجموع الأشواط والخاص بالإبكار الإذاع المحليات الأصايل. ننطلق مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات ومباشرة أتقدم مع المراكز الأولى المنطلقة، أتقدم مع هيلمان على المركز الأول، خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي من يقدم هيلمان في أول الأسماء المنطلقة الباحثة عن ناموس هذا الشوط. المركز الثاني بطرة القادمة، بطرة سهيل بن محمد بن سهيل بن راشد بالعرط الحميري القادم على المركز الثاني. المركز الثالث الوثبة وناصر بن مخيت بن نوبي العامري القادم على المركز الثالث. المركز الرابع الهدى الواصلة على المركز الرابع وحمدان بن حمد بضعيب بن غدير من ياتي ويقدم الهدى على المركز الرابع. خامسا نتابع الشاهينية محمد بن احمد بن خزع العامري القادم في هذه اللحظات مقدما الشاهينية خصخصة على المركز السادس. الوصول من شعار كينج الهباب حمدان بن محمد بن عتيج المقعود الفلاسي قادم ويقدم خصخصة في هذه اللحظات. شعار الميجن الواصل أتابع أراقب الأسماء الواصلة شواهين سهيل بن سالم بن يطبع العامري قادم ويقدم شواهين على المركز السابع. المركز الثامن سيوف القادمة منصور بن حماد بن سالم الاكتبي القادم المقدم للسيوف، كذلك الوصول من غزلان سعيد بن طبازة بن الدودة العامري القادم على المركز التاسع. والمركز العاشر المركز العاشر وتابع في عاشر المراكز القدوم من قبل الواصل في هذه اللحظات. خوشة القادمة محمد بن سالمين بن مبارك العامري على المركز العاشر يقدم هوشة على عاشر المراكز. هكذا هي النتيجة، هكذا النداء الأول ما بعد انطلاقتي هذه الشعارات والأسماء على أرضية ميدان المرموم ميداننا الذكي وعلى الهواء بثا مباشرة على قنوات دبي ريسنج. أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى هيلمان 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 على المركز الأول والصدارة. هيلمان تعود ملكيتها لخليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي. هيلمان على الصدارة وانتصفت 6 كيلومترات. بطرة على المركز الثاني سهيل بن محمد بن سهيل بالعرط الحميري القادم على المركز الثاني، وكينج الهباب قادم مع خصخصة في هذه اللحظات. حمدان بن محمد بن عتيج المقعود الفلاسي القادم في هذه اللحظة يقدم خصخصة على المركز الثالث. الرابعة الوثبة ناصر بن مخيت بن ناصر بن نوبي العامري قادم بن نوبي يقدم الوثبة على أرضية ميدان المرموم بإدانة الدنيا دبي. نتابع حمدان
بن حمد بالضعيف بن غدير ياتي هنا ويقدم الهد على المركز الخامس سادسا الشاهينيه لمحمد بن احمد بالخزع بالهركي العامري قادم على المركز السادس السابع شواهين سهيل بن سالم بن حمد بن يطبع العامري يقدم بن يطبع شواهين على المركز السابع ثامن المراكز غزلان سعيد بن طباز بن الدودة العامري القادم مع غزلان على المركز الثامن تاسع المراكز تاسع المراكز سيوف منصور بن حماد بن سالم الاكتبي القادم مع سيوف والقدوم من هوش القادم محمد بن سالمين بن مبارك العامري القادم في هذه اللحظات راعي شاهدنا هكذا هي النتيجة لهذه الأسماء لهذه الشعارات المنطلقة والقادمة ولكن بعود إلى الصدارة عودة إلى المقدمة إلى هيلمان 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 على الصدارة خليفة بن مراد بن عبد الرحمن البلوشي من يقدم هيلمان من يقدم هيلمان على المركز الاول كنج الهباب قادم هنا في هذه اللحظات مع خصخصة حمداب بن محمد بن عتيج المقعودي الفلاسي يبغي السلام الى اهالي الهباب وبالعرطي بالعرط الحميري قادم مع انطلاقتي وتحديات الواصلة بطرة سهيل بن محمد بالعرط الحميري حمدان بن حمد بن ضعيب بن غدير مع الهدى وبالهركية ياتي هنا محمد بن احمد بالخزع العامري يقدم الشاهينية وهوشة وصلت هوشة مع الكيلو متر الاخير هوشة القادمة هوشة لمحمد بن سالمين العامري وجواهر اول نداء لجواهر سعيد بن راشد بن مفتاح الشامسية قادم مع جواهر ولكن بعود إلى الصدارة تاسع الأشواط مع المحليات الأصايل في سن الإذاعة هيلمان 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 البلوشي وخصخصة كنج الهباب خصخصة غيرت كنج الهباب وأبو منصور قادم هنا الحميري مع بطرة القادمة سهيل بن محمد بن سهيل الحميري قادم على المركز الثاني وحمدان بن حمد بن ضعيف وبن مفتاح قادم ولكن شوف شوف غزلان سعيد بن طباز بن الدودة العامري قادم مع غزلان ولكن كنج الهباب كنج الهباب كنج الهباب على المركز الاول يا سلام يا سلام يا راعي مقر يا راعي مقر يا راعي المجنة يا راعي العديد والعديد من الأسماء اللي قدمهن في عالم الأصايل خصخصة وكنج الهباب سلام يا الهباب سلام تهانينا والناموس لحمدان بن محمد بن عتيج المقعود الفلاسي المركز الثاني غزلان لسعيد بن طباز بن دود العامري بطرة بطرة لسهيل بن سهيل بن محمد بن سهيل الحميري على المركز الثالث والرابع المركز الرابع الهدى لحمدان بن حمد بن ضعيف بن غدير المركز الخامس المركز الخامس وصلت مشكورة لحمد بن عبد الله بن خزام العامري هكذا هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول خصخصة 9:19 خمس اجزاء من الثانية تهانينا والناموس لحمدان بن محمد بن عتيد المقعود الفلاسي تهانينا والناموس لأهالي الهباب وكنج الهباب خير من يمثلهم في هذا الميدان في صباح هذا اليوم 9:20 خمس اجزاء من الثانية غزلان لسعيد بن طباز بن الدودة العامري المركز الثالث نتابع مع التوقيت الزمني
تسع دقائق 22 اربع اجزاء من الثانيه اللي وصلتنا بطره للسيل بن محمد بن سيل بن راشد بالعرطي الحميري بو منصور. تهانينا والناموس للجميع.